الرياضة هي اللي بتجمع، الرياضة هي اللي بتوفق. إذا كان هناك اختلافات سياسية فدايما الاختلافات السياسية بنطرحها جانبا في الرياضة. وجودكم كلكم هنا مع بعض زي ما قلت دي رسالة كبيرة جدا للعالم العربي وعلى حتى على مستوى الدولي إن الفلسطينيين من كل منطقة موجودين. أبو أوجه التحية للشعب المصري وللأسرة الرياضية المصرية، وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد المصري لكرة القدم اللي ساعدونا في تهيئة الظروف لإقامة هذا المعسكر التدريبي لأول مرة في تاريخنا بهاي التوليف الفلسطيني اللي فيها فلسطينيين من قطاع غزة، من القدس، من الضفة، ولكن أيضا فيها لاعبين من الشتات، من مصر، من السويد، إسبانيا، فنزويلا، كندا، ألمانيا. حقيقة طبعا هذه التواجد يدل على المساندة الكبيرة التي يجدها المنتخب الفلسطيني من كل العرب، ونحن حرصنا كشخصيات رياضية عربية أن نكون متواجدين في هذا المعسكر لتأكيد هذه المعاني بأن الإخوة في الرياضة الفلسطينية يحتاجون إلى دعم ومساندة كبيرة جدا نتيجة للظروف التي يعيشونها الآن ويعانون منها. يعني إحنا في بلدنا الأول مش بلدنا الثاني حقيقة، كل إشي إحنا كمنتخب أولمبي فلسطيني هذا معسكرنا هدفه هو اختبار اللاعبين لتمثيل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم. عندنا تقريبا 13 لاعب من قطاع غزة، عندنا 16 لاعب من المحافظات الشمالية الضفة والقدس، عندنا 13 لاعب من فلسطيني الشتات. المفروض هذا المعسكر يكون في الوطن، ولكن صعوبة التنقل وصعوبة الحركة بين الوطن ارتأى سيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن المعسكر يكون في جمهورية مصر العربية. أكيد فلسطين ملانة بالمواهب، في مواهب كتيرة لسه ما خدتش فرصتها، لأنه إحنا عادة النظرة للاعب الفلسطيني سابقا كانت أقل من نظرة اليوم. اليوم في تطور كبير في الرياضة الفلسطينية، في حركة وسهولة حركة لأن التسويق صار أسهل. إحنا بنشكر الاتحاد مصر لكرة القدم على حسن الاستقبال، وطبعا إحنا الحمد لله رب العالمين أمورنا تمام الحمد لله، مبسوطين إنه جينا على بلدنا الثاني في مصر. أقدم لكل الشكر والتحية بصراحة، الكل مبسوط وفخور إنه في حدا بيساندنا كشعب فلسطيني، وكل الشكر والتقدير لجيش مصر وقيادة مصر. تبع الدوري المصري؟ أهلاوي ولا زملكاوي؟ أهلاوي. حارس مرمى بحب الشناوي. الشناوي صحيح. أول شيء إحنا بنشكر الاتحاد المصري وبنشكر دولة مصر الشقيقة اللي استضافتنا بالمعسكر، ويعني هذا هو أول معسكر لفلسطين بدولة مصر. واحنا لعبنا مباريات، يعني ثلاث مباريات مع فرق مصريه كبيره يعني. وشجع مين بقى؟ الزمالك. يعني نادي الزمالك نادي عريق ومن اعرق الانديه الافريقيه يعني، وانا يعني اللاعب المفضل في الرجاني الساسي. كثير مستفيدين من الاشي هذا، احنا تقريبا صار لنا اسبوع ونص في هذا المعسكر. احنا يعني ان شاء الله يعني موفر لنا الحمد لله من ناحيه الملاعب، من ناحيه كل شيء، احنا موفر لنا كل شيء. وهذا الشيء طبعا نفسي للاعب، اللاعب يعني لما يشوف شغلات وعملات يعني زي هيك هذا الشيء راح يساعده. المعسكر قام بشكل جيد، يتم اختيار اللاعبين، وجود اكثر من لاعب في المعسكر، راح يتم اختيار اللاعبين للتصفيات ان شاء الله. وشكرا كمان مره على الاستضافه.